سعاد حسني. لقبت بالسندريلا، تنتمي لعائلة شامية دمشقية، وتعتبر واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي. اسمها سعاد محمد كمال حسني البابا. ولدت يوم 26 يناير سنة 1943 في القاهرة في مصر، وهناك مصادر أخرى تشير إلى أنها ولدت في دمشق، حيث أنها تنتمي لأسرة شامية معروفة. كان والدها محمد كمال حسني البابا الخطاط العربي الشامي الشهير. كان لها 16 أخاً وأختاً، وترتيبها العاشر بين إخواتها. ومن أشهر أخواتها غير الشقيقات المطربة نجاة الصغيرة. انفصلت والدة سعاد حسني جوهرة محمد حسن عن أبيها محمد حسني البابا عندما كانت في الخامسة من العمر، واقترنت الأم بالزوج الثاني عبد المنعم حافظ مفتش التربية والتعليم، وفي حضانتها بناتها الثلاث كوثر وسعاد وصباح. ولم تدخل سعاد حسني مدارس نظامية، واقتصر تعليمها في المنزل. مشوار سعاد حسني الفني بدأته وهي لا زالت طفلة، حيث شاركت بالغناء مع الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان بابا شارو في برنامج الأطفال الإذاعي الشهير آنذاك، ثم قدمها للسينما عبد الرحمن الخميسي، فقد أشركها في مسرحيته هاملت لروائي شكسبير في دور أوفيليا، ثم ضمها المخرج هنري بركات لطاقم فيلمه في فيلم حسن ونعيمة في دور نعيمة عندما كانت في 15 من عمرها. واستمرت مسيرتها الفنية حتى وصل رصيدها السينمائي إلى 83 فيلما. من المحطات الفنية المهمة في حياة الفنانة الراحلة علاقتها بالفنان الكبير الراحل صلاح جاهين، الذي كانت تعتبره أستاذها ووالدها ومعلمها الأول. وبرحيله ابتعدت سعاد حسني لفترة عن الأضواء، وحددت إقامتها داخل شقتها إلى أن توفيت هناك. أدت العديد من الأدوار السينمائية، أشهرها البنت الجميلة التي يحبها الجميع. عملت في المجال الفني لثلاثين عاما، قدمت خلالها العديد من الأعمال أكثرها في السينما. أهم الأعمال التي شاركت فيها الفنانة الراحلة: البنات والسيف، غراميات امرأة، امرأة وثلاثة رجال، السبع بنات، إشاعة حب، مال ونساء، ليلة الزفاف، الزوجة الثانية، حب في الزنزانة، بئر الحرمان، القاهرة 30، موعد على العشاء، غروب والشروق، على من نطلق الرصاص، الدرجة الثالثة، الراعي والنساء، بالإضافة إلى فيلمها خلي بالك من زوزو الذي يعتبره الكثيرين أشهر أفلامها على الإطلاق، لدرجة أن الكثيرين أصبحوا يعرفونها باسمها في الفيلم وهو زوزو. كما أنها شاركت مع المخرج صلاح أبو سيف في فيلم القادسية الذي حكى قصة معركة القادسية بالتفصيل. حصلت على عدة جوائز خلال مشوارها الفني، من أهمها جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي الأول للأفلام الروائية عام 1971 عن دورها في فيلم غروب وشروق. كما حصلت على جائزة من وزارة الثقافة المصرية 5 مرات، وأيضا جائزة أفضل ممثلة من جمعية الفيلم المصري 5 مرات أيضا، وأيضا جائزة من مهرجان الإسكندرية عن فيلم الراعي والنساء. كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة من جمعية فن السينما عن فيلم الراعي والنساء، وأيضا أفضل ممثلة من وزارة الإعلام المصرية عام 1987 في عيد التلفزيون عن دورها في مسلسل هو وهي. وأخيرا حصلت على شهادة تقدير من الرئيس الأسبق لمصر أنور السادات في عيد الفن عام 1979 لعطائها الفني. تزوجت سعاد خلال حياتها 5 مرات. أول زواج لها كان عرفيا غير مثبت من عبد الحليم حافظ، وقد دام زواجهما العرفي قرابة 6 أعوام حيث افترقا عام 1965. بعد ذلك بعام تزوجت سعاد من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة 2 تقريبا، حيث تطلقا في عام 1968. ثم اقترنت بعلي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان
عام 1970، واستمر زواجها منه طيلة 11 عاماً إلى أن افترقا في عام 1981. ثم في السنة ذاتها تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد، وقد كانت طالباً في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب معارضة والدة فطين. أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد، الذي توفيت وهي على ذمته. وعلى الرغم من كثرة زيجاتها إلا أنها لم تلبس ثوب الزفاف في أي منها أبداً، ولم تنجب أي ابن أو بنت لها. توفيت إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبنى ستورات تاور في لندن يوم 21 يونيو 2001. وقد أثارت حادثة وفاتها جدلاً لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية. لذلك يعتقد الكثيرون خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.